صباح الخير برنامج مورنينج لايف. صباح الخير عليكم، يا رب يكون صباح مليء بالطاقة والصحة والعفوية والنجاح. بداية برنامج أحب أعزي كافة الشعب الفلسطيني، أكيد شعبنا الكريم، هذا اليوم المأساوي اللي مر على فلسطين يوم أمس في مستشفى المعمورية في غزة. لن يرضى به هذا الظلم أي شخص من الأشخاص، لا حقوق الإنسان الذي تتحدث عن المساواة وتتحدث عن حقوق الإنسان، لن تكون هناك أي حقوق لا للطفل ولا للإنسان. أصبح حدر الدماء بشكل لا يعقل، واليوم نقول لهم الله يقويكم على كل شيء، والله إن شاء الله يا رب يحدث هذه المعجزة الربانية وتنقذ هذه الأرواح اللي بدها تروح من أجل دفاع عن أرضهم وشرفهم، شهداء في السماء والأطفال طيورنا في الجنة إن شاء الله، ونجا من مات منهم ومات من نجا. واليوم احنا نقف عاجزين ونموت بين العجز والصمت والخذلان، وهنا السؤال واقول من سينقذ غزة؟ من اليوم من العرب والحكام يتحدثون باسم كل شيء ولن يتحدثون عن غزة. خلينا اليوم نتعرف على مواضيعنا لهذا اليوم، نتعرف على تفاصيل حلقتنا اكثر. ثقافة التأمين في العراق موجودة ام لا؟ نتحدث عن التأمين بكافة أنواعه. خلينا نتعرف أنا وياكم اليوم عن التأمين في غزة. أنا بعدني بالي لحد الآن يم غزة. اليوم ثقافة التأمين في العراق البعض يقول موجودة والبعض الآخر لا يثق في شركات التأمين. خلونا نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ محمد حربي خبير تأمين، والموضوع الرئيسي الآخر الخبطات الصناعية والمنزلية لتنظيف الأسنان. تدخل تنظيف الأسنان صار هوس عند الأشخاص حتى يحصلون على ابتسامة جميلة، على بياض ناصع للأسنان، يدخل الفحم وغيرها من المواد اللي تعمل خبطات موجودة لكن أغلبها مضرة بالأسنان. خلينا أنياكم نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا الدكتور زياد الشمري طبيب أسنان. والموضوع الرئيسي الآخر الحعبات الخليجية، تصميم عصرية تجذب النساء العربيات والأجنبيات. بما أنه العبات أصبحت هي اليوم الموضة الأكثر رواجاً، فخلينا اليوم نأخذ هذا الموضوع ونتعرف على الموضة مع ضيفتنا الأستاذة نور هادي مصممة أزياء. والموضوع الرئيسي الآخر التداوي بالأعشاب، هل سيبقى رغم تطور العلم والطب؟ كثير أهالينا وأجدادنا قبل يستخدمون العلاج الطبيعي والأعشاب والمواد اللي هي أكثر فعالة وأشوفها وآمنة التداوي بالأعشاب. اليوم راح نتحدث عن هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا غزوان عدنان معالج بالأعشاب والطب البديل. خلينا اليوم نستقبل موضوعنا الأول وهو ثقافة التأمين في العراق موجودة أم لا؟ خلينا نتحدث عن هذا الموضوع. كثير من عندنا نشتري أشياء غالية، سيارة، التأمين موجود حتى على أرواح البشر، لكن في البلدان العربية لا يوجد تأمين على أرواحنا. خلينا نتكلم اليوم عن الموضوع أكثر حول التأمين في العراق على كافة التفاصيل. خلينا نرحب بالأستاذ محمد حربي خبير تأمين. حياك الله ويا هلا بكم يا هلا. حياك الله، يا رب تكون بصحة وعافية، الله يخليك أستاذ. الله يسلمك. بداية اليوم نتكلم عن ثقافة التأمين. اليوم الناس أغلبها ما عندها معرفة على ثقافة التأمين بشكل عام. تقول لك اليوم في كافة الدول يذكر لك اليوم أنه أنت اشتريت سيارة، اشتريت منزل، اشتريت كافة التفاصيل، يوجد تأمين حتى على صحتك، على مرضك، كافة التفاصيل. لكن اليوم بالعراق ما عندهم هذه المعرفة ثقافة التأمين بسبب عدم الثقة بالشركات، عدم الثقة في الدوائر. كثير يعني اليوم العراق ما عنده ثقة بأي شيء يخص التأمين. طيب خليني بداية نعرف الناس بالبداية شنو هو التأمين وشنو أنواعه بالعراق، كم تأمين عندنا اليوم؟ ستة إذا رحب بكم ومشاهديكم الكرام. بالنسبة للتأمين وهي بوليصة وثيقة بين المؤمن والمؤمن له، تتعهد الشركة التأمين بحماية المؤمن أي المواطن من كافة الأخطار أو الخسائر اللي تصير عليها من خلال السرقة أو الحريق أو أي شغب أو أي حوادث تصير له خلال العمل مات. فتعهد شركة التأمين بحمايته من الأخطار وتعويضه المالي فترة معينة يعيد نشاطه. هو ثقافة قليلة بالعراق بسبب عدم الثقة بالشركات الموجودة، بس احنا بنحب نطمنهم لانه هي الوثيقه اللي تصدر بين المؤمن والمؤمن له، هي وثيقه رسميه صادره من
متعهدة في ديوان التأمين ومسؤولة عليها محاكم تضمن حق المؤمن في دفع شركة التأمين إلى من كافة الخسائر الصادرة. طيب أستاذ محمد، اليوم كيف ممكن الشخص يأمن على نفسه، على ممتلكاته، على سيارته، على بيته، على كافة التفاصيل اللي هي مهمة عنده، ويخاف أنه لا سمح الله صار حادث، صار خراب، صار فلان شيء؟ طيب الشروط التقديم على التأمين شنو؟ هل أكو شروط معينة؟ هل أكو آلية معينة؟ موضوعين. أكو هسه حاليا هو المواطن يذهب إلى شركة التأمين التعجبه، كانت أهلية أو حكومية، والفقرة اللي يريدها الحاس بها خطر عليها يقدر يأمنها، ويقدر أكو مواقع يقدم يملي استمارة على الانترنت أو من خلال المنتج هو التابع للشركة يتصل به بالأرقام الموجودة حاليا والشركات المعلن عنها بكل أنحاء بغداد وكافة المحافظات. بالنسبة للتأمين، التأمين أنواع. التأمين يجي على الأشخاص، عن الحياة، عن الحوادث، تجي عن نقل البضائع البحري، تجي عن حالة السرقة، أي سطو أي شيء تنسرق من قبل ممتلكاتك بهذا تعوضك الشركة، تجي من حالة الحريق، أي حريق تحامي شركة التأمين، أي ممتلكات تحترق هم تقدر تعوضه بحسب الاتفاقية. تجي من حالة السيارات من حالة المسؤولية المدنية، تعرض لأي شخص حادث هي مسؤولة شركة التأمين بأنه تعوضك وتحميك من المسؤولية المدنية. حالة الانقلاب للسيارة، حالة الحريق للسيارة، حالة سرقتها تقدر تعوضك بهذا الموضوع. تجي أكو حتى للزراعي، حتى على المواشي أكو تأمين، على أي ممتلكات صحيا فأكو اتفاق وأكو وثيقة تقدر تحمي. احنا نتمنى كل العراقيين يصير عنده ثقافة تأمين، أول شيء يقدر يحافظ على أمواله، وهي شبه تكافل اجتماعي، يعني أغلب الناس اللي تأمن يعني تسوي مشاركة تعطي للشخص المتضرر أمواله يقدر يعيد نشاطه. لأن كل الناس تخاف على سياراتها، فإذا سيارتك احترقت أو انسرقت حالة حريق أو سرقة يعني ما عندك شيء تقدر تاخذ وحدة مثلها. بس إذا أنت مأمن وتطي أموال بسيطة وهو القسط اللي ينطونه سنوية، لأن أغلب العراقيين عبالهم القسط عبء، يعني أموال عالية ويدفع هواي، بس هي إذا تجي المبلغ كلي تواحد بالألف، يعني واحد بالألف، حتى إذا تتحسب على أشهر ترى كلش مبالغة مدعومة وكلش مبالغة بسيطة. نعم فعلا. وتأمن. طيب في كل دول العالم التأمين إجباري يكون، يعني سواء حتى على السيارات الباهظة الثمن مثلا الماركات العالمية، من تريد تروح تشتري في شيء معين يقول لك عليها ضريبة، هذه عليها تأمين. يعني ما يصير أي شخص يجي وما عنده تد ميزانية معينة يكون أكو غرامة، أكو تأمين حتى يأمنون هذه السيارة لا سمح الله من الحوادث. طيب ليش ما يكون التأمين إجباري كما بدنا نشوف إحنا في الدول المتقدمة الثانية؟ ليش ما يكون التأمين إجباري؟ والفقرة اللي بالدستور هي عدم جبر أي مواطن على دفع أي مبالغ. وتحتسبها حالة الجبر هي عبء على المواطن. فالدستور العراقي منع أي موضوع إجباري على المواطن. بس الدول المتقدمة الموجودة مسويتها إجباري، ما يقدر يجدد إجازة السياقة إذا ما يجيب وثيقة تأمين بالسيارة جاي يقودها. تحمي يعني الطرفين، المصطدم الخسران والصاحب المسبب للحادث، اثنيناتهم يتعوضون بدون أي مشاكل ولا عشائر ولا هاي هسه الموجودة القبلية، كل مشاكلنا جات تدخل بها القبلية. احنا كل العراقيين هو ذا يأمن تحافظين على بيتك، على ممتلكاتك، تحافظين على شغلك، تقدرين بأي خسارة تقدرين تعيدين النشاط مالتك، انت العمل مالتك تعملينه. بحالة السيارة يقدر يعوضك، حالة مو الا السيارة يعني انت متأذية، لا، السيارة مسؤولية اذا تصطدمين ويا اي شخص شلون تعوضينه؟ يصير حالة التعويض من خلال صار اصطدام بمحل أو ممتلكات عامة تيل أو أي شيء، تقدر هي شركة تأمين تطلع خبراءها يصير كشف وتعوضها بخلال أيام معدودة يعني.
كلش. طيب خلينا نتكلم عن فائدة التأمين اليوم، الناس تجهل شنو فائدة التأمين. نعم. طيب كيف ممكن أني أستفاد من التأمين، وكيف ممكن أني اليوم أفعل الناس أكثر أنه هي تهتم بالتأمين أكثر، يكون أكو استفادة منه؟ شنو الاستفادة اليوم من التأمين؟ أولا استفادة هي كلش مهمة، ترى هي الأساسية، بأنه ترفع الخطر عنك، يرفع الخطر عن أي شخص عنده عمل. نعم. العمل هذا مثلا مصنع وعنده خط انتاجي، فمثلا الاموال مالت الارض هي ماخوذه مثلا استثمار او استئجار، ايجار من قبل الامانه او من قبل الوزارات البقيه. الارض مو له، البناء المشروع هو قرض من قبل المصارف تساعده بالبناء. فاي حادث اول شيء راح يظل مطلوب هو للمصرف، وما عنده نشاط ينعاد. فوثيقة التأمين تساعده بحمايته من خلال المشروع مالته يعاد بأيام، ما يخسر زبائنه والماركت جاي يشتغلها بالسوق أو العمل اللي جاي يقوم به يعيد نشاطه، وهي تساعده وتعطي تمويل المالي أن يعيدها بحسب وثيقة مسؤول عليها ديوان التأمين ومسؤول عليها وزارة المالية. نعم. طيب خلينا نتكلم اليوم، الناس تحسب أنه التأمين فقط على الممتلكات والبنايات والحاجات اللي ممكن يأخذها الإنسان ويشتريها ويتبطعها. طيب هل التأمين يقتصر على المباني والسيارات أم يقتصر على البشر؟ على كل شيء. على كل شيء، على البشر، من حوادث، عن الحياة. عن الحياة يعني إذا أي شخصية ينطي تأمين عن حياته، نعم، 10 سنوات يدفع كل سنة قسط بسيط، 10 سنوات إذا ما صار عنده وفاة بهاي الحادث يقدر يروح للشركة يسحب الأموال مالته المنطيها مع الفوائد مالتها. نعم. عن السيارة، عن حالة العمل النشاط اللي تقوم به، عن البناية، البناية الهندسي، البناء الهندسي اللي تريد نشاطك تقوم به، أي أخطار الهندسية، أخطار المواد الأولية، خطأ المقاول، بأي شيء تقوم هي الشركة المؤمن، تسمى المؤمن. نعم. تعويض المؤمن له كافة الأخطار، وهو هو مسؤول الشركة عن كافة الأخطار والخسائر الموجودة اللي يتحملها. نعم. أو المضافة إلى من خلال. نعم. الأيام. طيب أستاذ محمد، اليوم هل برأيك المجتمع العراقي يمتلك هذه ثقافة التأمين؟ هل هي فعلا موجودة اليوم بالعراق ونشوفها متواجدة؟ هل أكو فعلا الناس اليوم يروحون يأمنون على سيارة جديدة، يروحون يأمنون على بيت، على صحة، على مرض، على كذا أمر؟ هل أكو فعلا تأمين موجود بالعراق حاليا؟ هاي السنوات الثلاثة الماضية صارت ثقافة عند المواطنين أقوى من قبل. نعم. قبل كانت أغلب المواطنين ما عنده ثقة بالتعويض. نعم. من خلال يقول لك هاي معاملة طويلة ويراد لها أيام يلا استلم التعويض. نعم. والموضوع شكلي. نعم. من خلال حسن النوايا. نعم. ومن خلال التعويض المباشر، لأن هسه أنت عمرك ما سمعتي واحد ما عوضه، مستحيل. فشافوا المواطنين أكو مصداقية بالموضوع، فهسه جاء تصير حالة الدوائر والوزارات التأمين الصحي إجمالي. نعم. يصحوا لها التأمين الجماعي بحالة الشركات حتى الأجنبية، ما يشتغل إذا ما عنده بوليصة التأمين الكافة العمال. يقول لك أنا ما أتحمل أي عامل، أي حالة حوادث تصير عليه أو حالة مرض، تعوض الشركة التأمين، والمقاول أو صاحب المشروع يقول أنا ما أتحمل أي شيء، هي وزارة المالية أو الشركات الحكومية. نعم. أو الأهلية هي مسؤولة على التعويض. نعم. فبالنسبة إلها هسه المواطنين جاي يحسون بالثقافة، هسه كلش إقبال، كلش قوي، وخاصة لكم فضل الإعلام، ترى يمكن أني ثالث لقاويات. نعم. أو بهذا الخصوص التأمين. فبالنسبة للتأمين كلش مهم بالعراق، وخاصة بسبب هاي الحوادث. بس أكو مرات من نطلع المكان يريد يأمن نرفض التأمين، لأن ما عنده شروط السلامة. نعم.
طيب خلينا نتكلم عن التحديات والمشاكل اللي تواجه عادة قطاع التأمين في العراق. مثلا على سبيل المثال أني أخذت سيارة جديدة وبالتالي ما سويت لها أني تأمين، يعني لا سمح الله أي حادث أني ما أقدر كل شيء أسوي. على سبيل المثال أنه أنت أخذت سيارة، أخذت منزل، أخذت كذا أمر ورت تسوي عليه اليوم تأمين، فشنو اليوم التحديات والمشاكل اللي تواجهني على هذا الجانب من القطاع التأمين؟ والله ست ثلاث أمور. أي نعم. ما يخفي على أحد، الأمر الأول نعم. هو إدارة شركات التأمين. إدارة شركات، شو تفضل، الأهلية أم الحكومية؟ أي أهلي أو الحكومي، هي مدى البوليسة حكومية موجودة. بالنسبة للشركات الحكومية عامة كانت أكو مجلس إدارة ولحد الآن موجود نعم. وكانت أكو أشخاص متمكنين صاحبين خبرة وهذا الموضوع. الآن تدرين بالعراق ما تخفى على أحد، صارت محاصصات، فقاموا يفرضون المدير العام من أحد الكتل يصير هو مدير عام. صح يكون الإدارة من قبل الوكلاء مالته، بس هذا هم تسوي عبء. ثاني شيء نجي للمواطن يعتبرها عبء مالي يدفع سنوي وعلى كاهله وفد مصاريف، هو ما يدري كلش مدعومة. يعني شنو أبو المليار يدفع له 500,000 أو مليون بالسنة؟ هو مليار عنده بالسنة، يعني بالسنة كلها تفضل. إيه، والسنة الثانية صير تخفيض 20%، السنة الثالثة صير تخفيض 20%، بها سماحات مبالغ الكبيرة، يعني جوز ما يدفع 300,000، بس هو هسه في باله بأنه التأمين رح يشاركني بالأرباح، هو هذا الموضوع كلش غلط. والعبء الثالث بأنه المواطن جاي يظن بأنه هاي المبالغ اللي جاي يأمن عليها راح احنا نروح نبلغ الضرائب بأنه عنده 70 مليار أو 80 مليار، وراح ينكشف من قبل دائرة الضرائب. فهذن ثلاثة هن جاء العبء الكبير لحركة التأمين. بس بالنسبة للتأمين بالعراق هو الأفضل بالخليج كله، لأنه بال 52 هو أول شركة تأمين، هي الشركة الوطنية. نعم. وحاليا هي بالسبعين نعم. مليار. طيب خلينا نتكلم اليوم، نريد من عندك نصيحة أخيرة تنصحها إلى المتابعين حول التأمين. والله أنا أنصح كل العراقيين وحتى الأجانب بأنه يأمنون، يحافظون على أموالهم من الخسائر، من على أي مشكلة تصادفهم من خلال الحرائق أو السرقة أو الحوادث أو الشغب أو حالة الإرهاب أو الشغب المتعمد أو الأخطاء الموظفين. يؤمن ويأمن على أمواله، يحصل أمواله بأي حالة خطر تصير عليه خلال أيام قليلة ويعيد نشاطه. وانصح كل العراقيين حتى الصحي، حتى حالة على السيارة عن كافتها. إن شاء الله نوصل العراقيين بأنه يأمنون، وأنتم ما قصرتم. نأمل أن تكون هذه الثقافة موجودة، ثقافة التأمين. شكرا لك أستاذ، شكرا لوجودك ببرنامج مورنينج لايف. شكرا. أكيد من بعد ثقافة التأمين نأمل أنه يوم توصل عندنا شركات رصينة دوائر معنية أنه تأمن هذا التأمين اللي كافة، بس ماكو تأمين على الصحة غير من رب العالمين. خلينا أنيكم نتقل إلى موضوع آخر اليوم، الخطاط الصناعية والمنزلية لتنظيف الأسنان. خلينا نتحدث عن هذا الموضوع أكثر. نزلت الخطاط كثيرة، منها بالفحم وغيرها من المواد اللي تضر الأسنان. خلينا أنيكم نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور زياد الشمري، طبيب أسنان. خلينا نرحب بيه ونقول له حياك الله ويا هلا بيكم. يا هلا، حياك الله أستاذ. صباح الخير، شلونك دكتور؟ يا رب تكون بصحة وعافية، استريح إن شاء الله يا ربي. بداية اليوم الناس كلها مهتمة بالأسنان، والناس أكثرها تتجه إلى الابتسامات حتى تحصل على هذا البياض الناصع وغيرها، لكن الناس أكو تحب أسنانها بتقول لك لا بأس أني أجيب مواد على مود أحصل بياض ناصع، وأنه يتخيل يعني هي المينا مال أسنان أصلاً هي بداخل الأسنان هي صفرة، فما ماكو سن يكون كلش بياضة ناصع، يعني دائما يكون لونه على اصفرار، هذا اللون الطبيعي. طيب خلينا نتكلم اليوم عن الخبطات الصناعية، ويقول لك جيب فحم، والناس تجرب اي شيء كان بالاسنان، لكن نعرف انه بعضها جدا مضرة بالاسنان. اكو اشخاص ينظفون اسنانهم بالخل، والاخر ينظفها بالملح والليمون وغيرها من المواد اللي هي جدا مؤذية للاسنان. يعني اليوم تخيل تخلي ملح او خل، هذه تكسر المينة الأسنان، تخليها تتعب، تسوي حساسية. طيب شو رأيك، هل هذه الأمور صحيحة؟
همزين قلتي غلط، لأنه هي العالم كلها عبالها أنه يفرج أسنانه بالملح أو بالخل أو بالفحم أو بهاي الخلطات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. بالضبط أحسن. اللي هاي شوفي، هي لون السن هو لون بياض طبيعي. نعم. مو هذا البياض الكلش ناصع اللي نشوفه بسامة ولد، ولا هو الصفار الكلش قوي اللي يصير بالمدخنين أو غيرهم. نعم. هذا البياض بمرور الوقت يبدي يخف شوية، تبدي التصبغات مال كل المأكولات والمشروبات. اليوم كل المأكولات والمشروبات بها ألوان، ماكو شيء شفاف، لو أبيض لو أصفر لو أحمر، هاي الألوان كلها تذب الصبغات مالتها على الأسنان. نعم. هاي المواد مثل الخل أو الفحم، وخاصة الفحم لأنه أحسن نوبة، حتى معاجين أسنان بالفحم موجودة منتشرة. مشكلة. يقولون أنت استعملت تبيض الأسنان، هو صحيح لون السن راح يتغير، بس مو لأنه الفحم ده يبيض السن. الفحم أو الملح، أو يعني الملح بنسبة قليلة، خلينا نقول الحوامض مثل الليمون الخل والفحم بصورة رئيسية نركز عليها شوية، لح يخدش طبقة المينا، لح يكشط في الجزء ولو كلش بسيط من طبقة المينا، ولح يبين السن أنه هو أبيض، في حين أنه هو السن مو أبيض، أنه انقشط من عدة، انقشط الطبقة من طبقة المينا، فبين لون شوية أبيض من اللون الطبيعي. المشكلة بهاي الخطات وهاي المواد من التركيها وترجعين على المعجون الأسنان الطبيعي أو أي معجون أسنان تستخدمي، لح يرجع السن أصفر، فالعالم تعتقد أنه لا، أنا ما دام مستمرة على الفحم أو مستمرة على الخل، فمعناته أنه هو هذا دي بيض ودي يشتغل بصورة صحيحة. طيب خلينا لعد أن إحنا السنة صرتتهم معرفة أنه الفحم أو أوكي ترى راح يبيض، بس أوردي راح يأذي السن، راح يأخذ طبقة من السن وغيرها من الأمور. طيب خلينا نتكلم عن الخبطات. اليوم تنزل خبطات علب موجودة لتبيض الأسنان، صح، عند أبو الأعشاب يقول لك هذه الخبطة تستخدمها وراها أنت، وتشوفوا هواي خبطات والناس بدأت تأخذها وتعتاد عليها. زين هذه الخبطات اللي سووها بالمنزل هل هي آمنة اليوم؟ لا طبعا أكيد مو آمنة. هي الفكرة إذا كانت خبطة، وإذا كان يعني أي نوع معين من الخبطات، الفكرة مالتها أنه بيها مادة خشنة راح تكشط أو تخدش طبقة المينا وتكشط طبقة من أدى، فبين السن أبيض من اللون الطبيعي، فأكيد كلها مو آمنة وكلها تخشن السن وتأذي السن وتأذي طبقة المينا، وأيضا بالمستقبل أكيد لح تسوي تسوسات، لح تسوي روائح كريهة بالحليق. ونرجع على موضوع الفحم، احنا ليش نركز عليه؟ لأنه الشركات هسه قامت تسوق أنه أنا المعاجين عندي بالفحم. المشكلة أنه المعجون مال الفحم ما بي مادة الفلورايد اللي يحافظ على قوة الأسنان ويقويها، هو اصلا ما معترف به من الاف دي اي اللي هي جمعيه الغذاء والدواء الامريكيه، ولا من نقابه اطباء اسنان الامريكيه الاي دي اي، اثنين ما معترف بهم، بس هو يجي يقول لك انه احنا نعامله حراريا، نعامله بصوره صحيحه، هو بشحنه سالبه والتصبغات شحنه موجبه ولا حيجذبها، كل هذا كله كلام فارغ، مو صحيح، كلام فارغ. طيب. ونفس الحكي ينطبق على الخلطات المنزليه واللي طيب موجوده بواقع التواصل. هذه الخلطات المنزليه شنو المخاطر اللي تسببها للاسنان؟ هو التيم طول دا تخدشين او دا تحكين السن. نعم. فكل يعني راح تفتحين باب كلش مؤذي على الاسنان، من ناحيه التسوسات راح يتسوس اسرع من غيره لان راح يكون خشن، التصبغات راح تشلب اكثر بالسن فراح يبين اصفر مباشره لما تركين الخلطه، ولان من هذا التسوسات تجي يعني مكان ما السن عمره، تدرين كل شيء عمر، مكان ما عمره 20 او 25 سنه وراها تبدي تبين المشاكل، لا 5-6 سنوات ويبدي ينخر ويبدي ياكل بيه التسوس ويتأذى. طيب دكتور هل ممكن من هذه الخبطات هل تقلل من، ذكرت لي انه تقلل من عمر السن 15 سنه وقوته ايضا؟ طيب بعد هل اكو جانب اخر سلبي لاستخدام الخبطات؟ هل يعني طبعاً ممكن تسبب له تسوس، ممكن يوقع السن، ممكن تسبب له التهاب معين؟ شوفي احنا استخدام الملح، الملح كل شيء يأذي الفم والأسنان بصورة عامة، لأنه الفم موجودة به أعداد كل شوية مئات الآلاف من البكتيريا، فمن آي لحاجة أفرج بالملح أو أتمضمض بالمي والملح مدة أكثر من 4-5 أيام راح أقتل نوع معين موجود من البكتيريا أو أنواع كل شوية، ولح تصعد عدة الفطريات، فاستخدام الملح بصورة كثيفة أو كثيرة راح يؤدي إلى أنه الفم يصير بفطريات، يصير بروائح كريهة وبقية المشاكل معرفة.
طيب دكتور، ليش بعض الناس كلها تلجأ للخطاط المنزلية اللي يستخدموها أو أبو الأعشاب يروحون يجيبون الخطاط ويعرفون المعجون الصحي؟ شنو السبب؟ هل على مود رأس الأسنان تصير بيضة؟ أولاً يريدون رأساً، يريدون حل سحري إنه رأس الأسنان تصير بيضة. الشغلة الثانية طريقة التسويق اللي تستخدمها هاي الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي تكون كلش جاذبة، إنه أول ما يفتح الفيديو أو الصورة له يلقى أسنان بيضة، أسنان مصفطة، أو يلقى وراها مثلاً الصورة قبل، وهي للعلم يجوز أصلاً الصورة الثانية اللي هي قبل عود ما يستعمل الخلطة يجوز ترجع الشخص ثاني أو الحالة أخرى من الأسنان. فهاي طريقة الجذب اللي تجذب المتابع اللي حيقول إنه فعلا خلاص من اللي حستخدمه اللي حصير أسنوني بيضة. فهو هذا أهم شيء عندهم، مو مهم عندهم إنه الأسنان ما تلح تتأذى وما تتأذى، أنا أريد أبيض. أهم شيء بيض، أهم شيء ابتسامة هوليود، أهم شيء. طيب خلينا أن يكون نشوف هذا التقرير اللي عادة أن الزميلة نور جميلية حول موضوع الخلطات المنزلية لتبييض الأسنان. خلينا نشوفه ونرجع وياكم أعزائي المشاهدين. يسعد مساكم متابعي برنامج مورنينج لايف. موضوع استطلاعنا اليوم على الخلطات المنزلية والصناعية لتنظيف الأسنان، هل يستخدموها أم لا؟ خليكم ويانا شوف آراء الناس بهذا الاستطلاع. لا، خلطات طبيعية أكون نستخدمها، نستخدم ليمون وملح دائما. شوف عليها فائدة. أكو شغلات مثلا إذا وصى بها دكتور خاص أو دكتورة خاصة راح تكون نافعة للشخص اللي يستخدمها، او بدون انه اليوم ترجع للدكتور خاص او بدون تستخدمها، بدون انه تكون انت عندك علم مسبق انه هاي تضرك او تفيدك، بالتالي انت ما راح تعرف انه هاي تضرك او تفيدك، راح تستخدمها بدون توصيه. مفروض يحتاج الى توصيه من دكتور. اليوم اي انسان في المجتمع العراقي، في اي مجتمع، اذا ما يراجع دكتور خاص ويلاحظ الاسباب والمعالجة، انه الدكتور يرضع له خطة كاملة حتى على ضوءها يمشي يمارس هذه الخطة حتى يتغلب على الامراض. شوف اكيد الخلطات الطبيعية في كل شيء، حتى الوجه والهذي يعني مهمة ومفيدة، لكن هناك اكو معاجين اصلية. صح انه في الاونة الاخيرة دخلت يعني بعض الادوية الغير مرخصة وبعض المعاجين الغير اصلية، لكن موجودة. لكن المشكلة وين؟ هو بالانسان، يعني بالإنسان هو نظيف. يعني أنا هسه مهتم بأسناني، خاصة هذا الجيل، يعني إحنا جيل السبعينات نختلف عن هذا الجيل. هذا الجيل ما أشوف يهتم بأسنانه نهائيا، يعني أكثر أسنانهم أشوفها تعبانة. والله هي الطبيعة ما كحنا من عندها القبل، الناس اللي يستعملوها الفحم والملح هو تنظيف الأسنان وحتى يبيض الأسنان، فهذا التنظيف يعني فشي رائع حتى يوفرك من ناحية الاقتصادية. يعني الملح موجود بالبيت والفحم فشي بسيط، فيستعمل الملح والفحم أحسن من هاي المواد الكيميائية اللي يستعملوها الناس بها. وأنا أرشد هذا الناس دائما يستعمل هاي المادة، كلش حلوة بالنسبة لهم. إذا يستعمل هاي المواد يعني ما دا شوفه ما تتقدم ولا تأخر. وحتى التنظيف الأسنان يعني بيقوم من الأطباء، هاي البنت اللي يستعمل المبرد الحاد حتى يسوي فراغ بالأسنان، أنا شايفه زين. مو كل إنسان فراغ، فيستعمل هاي المادة دائما، هو من يقعد يستيقظ الصبح دائما يغسل الأسنان بالفحم والملح، فشي حلو يعني. هذا فشي احنا مجربيها. أكو بيها خلطات تخدم تفيد، لأن سابقا احنا من كنا قبل يعني ماكو هاي الأدوية اللي موجودة. أكو يعني أعشاب استخدمها للأسنان، مثلا القرنفل، الشيب، هاي الأمور كانوا أهلنا أجدادنا أمهاتنا يستخدموه، كان ممكن بنتائج إيجابية. لكن أكو هسه حاليا خلطات تصير تعرض عن طريق الفيسبوك والتواصل الاجتماعي والعالم تقوم تأخذها، لكن ما نعرف محتواها شنو، يعني شنو اللي يخلوه، يعني تلقي له يعني فد شيء زيتي مسويه هم او فد اعشاب خالطيها فد امور. هو دا يقول فلان شغله وفلان شغله وفلان شغله، لكن من يقول هذا الشيء ومن يقول الشيء دا يستخدمه هم راح يفيدنا ويكون انه يعني مفيد. مثل ما شفتوا ويانا اراء الناس حول موضوع استخدام الخلطات المنزليه والصناعيه لتنظيف الاسنان. لبرنامج مورنينج لايف من رجمي.
شكرا لزميلتنا نور جمالي على هذا الاستطلاع، وشفنا اراء الشارع العراقي، واكيد نرجع ويا الدكتور اكيد ونتكلم حول هذا الموضوع. فعلا اغلب الناس يقول لك انا انظف اسناني بيش نظفها، تقول له بالملح والليمون، يعني هاي المينا هسه تلطم بالزاويه. لا لا لا. فتكلمنا هواي عن الناس اللي بالعادات السابقة يقول لك تمضمض بمي وملح، هذا راح يساعد، يعني ممكن تكون مرة بالأسبوع، صح. ممكن أن تكون من عندك ألم بالسن، ممكن هذه التصرفات، لكن على مدار 24 ساعة هذا الشيء راح يضر، يعني كل شيء زيادة عن حد راح ينقلب ضد بالتالي. طيب خلينا نتكلم اليوم المشاكل أهل البيجات الله يخليهم. هذه الخفطة سحرية، هذه الأقلام اللي تجي للتبييض، الأشعة اللي تضل على الأسنان، هذه جدا خطرة، لكن الناس ما عندها دراية بهذه الأمور. فلان بعيدا عن ذكر أي براند، هواي تنزل أجهزة للتبييض تخليها فد ربع ساعة على أسنانك، والناس تعدي تأخذ تستجاب، لكن أغلبها مؤامنة. شو ردودك على هذه الأمور؟ التبييض، تبييض الأسنان المنزلي هو موجود، وإحنا هواي نكتبه للمراجعين أو ننطيه. هي تكون عبارة عن قوالب بها مادة الهيدروجين بيروكسيد أو الكربامايت بيروكسيد، شوية تكون أقل أو أضعف. يستخدمها مثلا كل يومين ثلاثة، كل 4-5 أيام حسب ما يوجهها الطبيب الفترة معينة ويتركها. لكن المشكلة بهاي المواد أو الأقلام اللي أنت تقولين عليها، أو حتى أكو لزقات تجي من الصيدلية، لزقة يخليها على أسنانه مدة 10 دقائق ربع ساعة ويشيلها ويشوف أنه لون أسنانه تغير، كلها نفس المبدأ أنه تخدش السن وتخدش طبقة المينا، تنشال طبقة بسيطة من عندها لح يبين السن أبيض. وبالنسبة لهاي المواد اللي هي مثل الصبغ، يعني يخليها على أسنانه بهالطريقة ويخلي ضوء عليها أو لايت، هاي أغلبها مادة رزن، يعني أصباغ تتخلى بالحلق بيوم يومين وبعدين تروح ويرد يعيدها، يرد يشتريها من جديد ويرد يخليها، وعبالة أنه هاي شوية ضررها أقل شوية شوية أقل من الخلطات المنزلية، لأن هي عبارة عن طبق عسن تبقى يوم أو نص يوم وبعدين تنشال وتروح، شوية أحسن أشوى من الخلطات. خلينا أنا وياك نروح يا دكتور إلى فصل إعلاني قصير ونرجع وياكم بعد البريك. رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد الفصل الإعلاني القصير. خلينا نرجع إلى موضوع الخطاط الصناعية والمنزلية اللي هي تسيء وتضر بالأسنان، لكن إحنا لازم تكون عندنا ثقافة كاملة حول المواد اللي نستخدمها، حول من يصنع هذه المواد، هل هي أكو موافقة صحية عليها، أضرارها، مو كل شيء نشوفه بالسوشيال ميديا نجربه على أسنانه، وكثير من التفاصيل. خلينا نرجع ويا دكتورنا. دكتور، مرة صارت ضجة في سنة من السنين على معجون أسنان أزرق هيتشي بدون ما أعرف يعني ذكره، أبو الضوء ما أدري إيش، وهذا راح يبيض ويخلونه بالمي ويخبطون، والناس مصدقة وضجة واستفادوا هواي من هذا الموضوع، لكن هو جدا فاشل. الناس هواي متعلقة في التواصل الاجتماعي، أي واحد يذكر أوكي روح أجيب الشغلة تطلع لا مو هي. طيب هذه التواصل الاجتماعي والمنصات اللي تترك أثر، تقول لك اترك المعجونات هذه الموجودة، هذه معجونات مو زينة، لا عف هالأشياء وتعال أخذ هذه الخطاط المنزلية اللي هي تنطيك نتيجة أفضل وسعر أقل وغيرها من التفاصيل. طيب هذه الخطاط اللي هي نشوفها مجرد دعاية للمنتوج، لو هذا لو فعلا، هل اليوم الخطاط أفضل من المعجونات؟ يعني وماكو شيء يغني عن زيارة طبيب الأسنان، خاصة هذا المعجون اللي قلتي عليه أبو الضوء وأبو اللايت الأزرق. هو هذا مين أخذه؟ إحنا بالجلسة التبييض اللي نسويها بالعيادة نخلي مادة الهيدروجين بيروكسيد اللي هي مادة التبييض، ونفعلها تتفعل بواسطة ضوء الليزر مدة 10 دقائق أو 15 دقيقة. الشركة أخذت هذا بغض النظر عن الاسم بصورة عامة، تأخذ هاي الفكرة اللي هو ضوء أزرق ومادة على الأسنان، اجت طبقتها معجون معين أو معجون خاص. خوش لمو فلوس بس دكتور، ها؟ خوش لمو فلوس. فخلي المعجون وقل له خلي اللايت عليه فترة معينة وراح راح تبيض أسنانك. هاي كليته مو يعني ماكو شيء يغني عن زيارة طبيب الأسنان، كتبييض أسنان، تنظيف أسنان، قوالب التبوبة ساية. حتى أشوف مرات أكو إعلانات عجينة تصير، يعني مثل العجينة أو حبيبات صغيرة تخليها بالماء وتخليها
بمكان السن المفقود وراح تاخذ شكل السن ويجي يشوفك يعض بيها تفاحه ويعض بيها خياره. يعني هاي كليتها راح تسبب التهابات باللثه، راح تسبب مشاكل كلش كلش قويه، واكيد هاي المواد كليتها ما تتلائم ويا طبيعه الفم ومشاكلها اكثر من المضاعف. فعلا والله يا دكتور خطيه، مره ضحكت على ابن خالتي وهم اسنانه متضرره ويدخن كثير فاسنانه متضرره، فشاف هذه القوالب الرأس التلبيس قال لك هي زين ب $100 وصاها، قال احسن ما اروح اسوي ابتسامه اصرف لي. خطيه اجى وما فتحها من المندوب وراح المندوب، تتذكر هاي البلشبس يخلوها المالتسا فصار خطيه بي برنامج الصدمه. فهذه السوشيال ميديا تنطي هواي افكار خاطئه، ترويج لمنتجات مو حقيقيه، كثير تفاصيل. طيب هل اليوم الاشخاص اللي يعلنون عن الخبطات المنزليه ويقولون اتركوا المعاجين الخبطات المنزليه افضل، هل هم طبيب مختص ام هل هو شخص على علم بهذه الامور ام كيف؟ لو هو اي شخص مستحيل يكون طبيب، ونهائيا مو طبيب هو، لان لو طبيب مستحيل يوصف هاي الشغلات او ينصح الناس بها. شركات تستغل طريقه الدعايه والاعلان عندها، تستغل ايضا، يعني هي المشكله مو بس من الشركه، هي من الناس والجهل اللي موجود عند الناس، تستغل جهل الناس وعبالهم انه علاج الاسنان غالي. هو بصراحه مو علاج الاسنان غالي، هو الاهمال اللي يكلف اكثر. كل ما الانسان يهمل اسنانه ويهمل صحه الفم مالته راح يكون العلاج متعب اكثر، مؤلم اكثر، ومكلف اكثر. فاستغلوا هاي النقطه وقاموا يكثفون اعلاناتهم عليها، انه احنا بدون ما تروح الطبيب اسنان، بدون ما تصرف هاي المبالغ الخياليه اللي من تروح طبيب الاسنان، احنا نعالج لك اياها. كلها كلاوات، ارسل حلم دريم. اي بالضبط 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 بالضبط، وبعدين ينصدمون بالواقع من يجربوها. طيب دكتور، هل فعلا اليوم الفحم والكلور وغيرها من المواد هل هي فعلا تعطي نتيجه للاسنان؟ مستحيل، خاصه الكلور. الكلور يدمر احنا نستعمل الكلور مرات، مو مرات، دائما بحشوات الجذور حتى ننظف القنوات مال الاسنان، لان الكلور يقتل شكو اورجانيك ماتيريال، يعني شكو ماده حيه خلويه يقتلها. فانت تخيلي خاله الكلور على الفرشه مال الاسنان وتفرشين بها اللثه، بالله السن يعني هو يؤذيه الى نسبه معينه، بس مو مثل ما يؤذي اللثه ياكلها اكل يدمر الخلايا اللي موجوده باللثه. يعني الكلور ماكو واحد يفرش بقاصر، اكو يسووها، بس الموضوع مو منطقي، يعني مو منطقي الموضوع، بس اكو يسووها. وبالنسبه للفحم حكينا عليها، يعني يقول لك انه هو معالج حراريا وما اعرف شنو، بس هو لو صحيح او لو طريقه علاج صحيحه كان على الاقل حصل على موافقه نقابه اطباء الاسنان الامريكيه او هيئه الصحه الغذاء والصحه والغذاء. طيب دكتور، خلينا اليوم نقدم من حضرتك نصيحة للأشخاص اللي يستخدمون خبطات من أبو الأعشاب، خبطات منزلية، ويتركون المعجون الأصلي، شو نصيحة نقدمها لهم اليوم؟ أكيد يتركوها، أكيد لازم يتركوها. وين يقتنعون؟ ما حد يقتنع، هم يعجبهم اللون الأبيض اللي موجود. حتى معاجين الأسنان، بعض معاجين الأسنان المبيضة تسوق لها الشركات أنه هو معجون مبيض، هم ينبي فد مواد خشنة تشيل من طبقة المينا. فحتى المعجون احنا ما نختار المعاجين المبيضة نبتعد عنها. اذا اريد ابيض اسناني اروح للطبيب، هو اكيد احنا نسوي ابتسامة من بيض احنا ناخذ المعجون الصحي. اي بالضبط بالضبط، حتى يحافظ على الاسنان وصحة اللثة. فاكيد نزور طبيب الاسنان وهو يوجهنا شلون اني ابيض اسناني، اكو طرق كلش هواية وكلش سهلة وبسيطة. نعم، شكرا لك دكتور، شكرا لوجودك برنامج مورلف، استمتعت جدا معك. شكرا لك. شكرا لك، شكرا لك مرة أخرى. اكيد من بعد موضوعنا خلينا نروح الى فقرتنا الجميله اللي هي اهم احداث السوشيال ميديا، خلينا نتعرف على الاحداث اليوم المحليه والعالميه والعربيه والرياضيه مع زميلتنا طيبه عمر. خلينا نرحب بهم، قول حياك الله ويا هلا بيك ومية هلا. مساء الخير. مساء النور يا هلا ومية هلا. حزينين احنا اليوم والله يا طيبه. نأمل أنه هذه الأزمة والحروب تنتهي بأسرع وقت إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي ترجع غزة وفلسطين كما كانت إن شاء الله يا ربي. مساء الخير والعافية على مشاهدين قناة السومري، يوم تابعي برنامج مورنينج لايف. مثل ما عودناكم أكيد نحكي بالأحداث اللي احتلت موقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة اللي فاتت. خلونا نبدأ أحداثنا أكيد مع هذا اليوم. بداية أكيد راح نبدي أحداثنا مع أخبار وأحداث مؤلمة في غزة، واحدة من أبشع المجازر في التاريخ. أكثر من 1000 شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن،
أبرياء ذهبوا ليتلقوا العلاج في آخر مستشفى موجودة داخل غزة، تم قتلهم من قبل الاحتلال بدم بارد وسط المستشفى. قصفت طائرات الجيش الصهيوني الإسرائيلي يوم أمس الثلاثاء مستشفى المعمداني في مدينة غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في مشهد مؤلم وصف بالمجزرة. ارتفاع عدد الشهداء شهداء المستشفى في غزة إلى 1500 شهيد، حيث كان داخل المستشفى 4000 شخص ليتلقى العلاج. أكيد الرحمة والمغفرة على أرواح شهداء غزة، وأتمنى من رب العالمين أكيد الشفاء للجرحى المصابين. اليوم غزة دا تستغيث، يعني يا ريت اليوم، يعني ما أعرف شنو أحكي الصراحة، يعني يا ريت اليوم الوطن العربي يعني أو باقي الدول يقدر اليوم يساعدهم، ولو حتى لو فد بشي بسيط. هم إسرائيل ما خلوا أحد إنه يطب على الحدود يقدم المساعدة، ولا دا يخلون أحد. فعلا مجزرة التاريخ، يعني فشي يشتعر على الأبدال بدن هيك يرجف لما تسمعين أنت عاجزة، الواحد قام يخجل يطلع، يخجل يأكل ويشوف. نعم. هاي الأطفال دا تموت بدون سبب، دا تعيد هذه المجازر من أجل كراسي، من أجل أموال، من أجل كافة تفاصيل. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. ننتقل إلى الحدث اللي بعد، أعلنت الحكومة العراقية الحداد 3 أيام في عموم محافظات البلاد ترحما لشهداء مستشفى المعمداني في غزة، ولاء وإكراما للأرواح البريئة التي سقطت ضحية صمت، حيث نظمت جميع الدوائر الدولة وطلبت الجامعات والمدارس في عموم العراق وقفة تضامن وحداد على ضحايا غزة. خلينا ننتقل أكيد إلى تظاهرات غاضبة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وباقي الدول العربية، تنديدا بهمجية العدوان الصهيوني وحرق بعض السفارات الإسرائيلية في لبنان والكويت والأردن وتركيا. من بعد الأخبار المؤلمة في قطاع غزة وأخواننا الفلسطينيين، خلونا ننتقل إلى الأخبار المحلية. تداولت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وزير التربية يوجه بإيقاف إعطاء الدروس والواجبات اليومية عبر مواقع التطبيقات الإلكترونية التي تؤدي إلى تشتت الطالب الذهني، حيث شدد على شرح المادة الدراسية إلى الطلبة والتلاميذ حضوريا داخل الصف وخلال ساعات الدوام وإيصال المادة العلمية لهم بأمانة ومهنية. طبعا الحدث كلش إيجابي، وأنا أكيد مع هذا الحدث. دا نشوف أنه بالفترة الأخيرة بدأ مستوى العلمي للطلاب العراقيين ينزل بسبب إعطاء الدروس على منصات المواقع التواصل الاجتماعي، بالتالي أنه راح يشتت ذهنه، ما راح يفهم المادة إلا إذا كان داخل الصف حضوريا وبأوقات الدوام الرسمي. ننتقل إلى فيديو تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدير داخل إحدى المدارس يطالب الطلاب بجلب الزوالي بدلاً عن الرحلات. هذا هو حال صف الخامس الأدبي لثانوية النساء في ديالة. اليوم مدير هذه المدرسة يطالب الطالبات أنه يحضرون الزوالي حتى يقدرون أنه يدرسون داخل هذه القاعات، اللي هذه المدرسة تعاني من إهمال جداً كبير. احنا بسنة 2023 ومقبلين ان شاء الله الى سنة 2024، وللأسف هذه حال مدارس في العراق. وما شاء الله، يعني وزير التربية من انطى هذا القرار ودرسوا لدرسون على التليفونات، ما شاف الناس ما عندهم مكان يقعدون عليه للأسف.
ننتقل إلى الحدث اللي بعده، الأول من نوعه في العراق، البدء بإنشاء طريق لفاقدي البصر في محافظة أربيل. أعلنت محافظة أربيل يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالبدء العمل على تنفيذ مشروع إنشاء طريق خاص بفاقدي البصر، حيث تداولت إحصائية. بآخر إحصائيات فإن المكفوفين في العراق يشكلون نحو 2.5% من أعداد السكان، وغالبيتهم لم ينخرطوا بعد في الوظائف والتعليم في ظل غياب البنى التحتية التي تسهل اندماجهم في الحياة العامة. طبعا اليوم في محافظة أربيل بدأوا يسوون طرق خاصة وأماكن خاصة للمكفوفين بالعراق. طبعا إذا ملاحظة موجود هذا الطريق، طريق المكفوفين في منطقة الصالحية، وموجود من 3 سنوات في محافظة كركوك. ويا ريت اليوم يسوون يعني يهتمون بهؤلاء المكفوفين أو ذوات الاحتياجات الخاصة حتى يتعايشون مع المجتمع. ننتقل إلى الحدث اللي بعده، خليني أخذكم إلى مشاجرة غريبة بين الجيران باللافتات الإعلانية. طبعا هذا الفيديو تداول في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد. هنا اليوم الجيران أكو مشاكل بيناتهم يا بلسم، كل جار خلى لافتة خاصة ينبى بيته يشتم الجار الثاني. هنا رواد موقع التواصل الاجتماعي يقولون اوكي احنا صح واحد دا يشتم الثاني، بس احسن من انه اسوي مشاكل واستخدم السلاح والعيارات. لا لا عم خلونا على اللوحات احسن الناريه. نعم. عركه بصمت يعني غريبه من نوعها. مثقفين. ننتقل إلى القوات الأمنية. تداول خبر عبر موقع التواصل الاجتماعي يوم أمس للقوات الأمنية تنفذ حملة اعتقالات واسعة بحق الأطفال المتسولين في الشارع، في شارع المجموعة الثقافية في محافظة الموصل. يا ريت هذه الحملات تصير بجميع المحافظات العراقية حتى نعرف مصدر الأطفال منين. بالتالي أحسن خطوة سووها بحياتهم. بالتالي القوات الأمنية راح يعني أتمنى اليوم تحاسب الأب والأم اللي يخلون أطفالهم متسولين في الشوارع العراقية. ومو بس هيك، اكو نساء كثير لازم تلها طفل هو مو ابنها، ما تعرف هذا الطفل ابن منو، منين جايبيه، بيستخدموه مثل الأداة. يعني الطفل بنص الحر واقف من أجل مصالحهم الشخصية. نعم، يلا إن شاء الله يتعمم هذا الأمر إن شاء الله يا ربي. ننتقل إلى دراسة تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أطباء يحذرون من الإفراط في تناول فيتامين دي أو ما يسمى فيتامين الشمس، قد يؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية. دنشوف بالفترة الأخيرة كثير من الأشخاص يتناولون الفيتامينات كأنه براسيتول أو أي علاج آخر، ما يدون أنه أكو سلبيات راح تصير بأجسامهم بسبب هذه الفيتامينات، راح تنشط الأورام الخبيثة داخل الأجسام. لازم اليوم نستخدم هذه الفيتامينات بوصفة طبية، ولازم نستشير الطبيب قبل استخدام أي فيتامين. أكيد نختم أحداثنا لهذا اليوم مع الذكاء الاصطناعي. مدرسة في بريطانيا تعين روبورتاً يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي مديراً أساسياً لها. طبعاً كان آخر حدث من استمتعت بأخبارنا لهذا اليوم. نهاركم سعيد إن شاء الله. نهار السعيد حبيبتي بلسم. شكراً لزميلتنا طيبة على هذه الأحداث. ألتقيك غداً إن شاء الله بأحداث جديدة. شكراً لك. أكيد من بعد أحداث السوشيال ميديا خلينا أنا وياكم ننتقل لموضوع آخر اليوم. التداوي بالأعشاب، هل سيبغى رقم تطور العلم والطب؟ خلينا نتعرف على تفاصيل اليوم أكثر مع ضيفنا غزوان عدنان، معالج بالأعشاب والطب البديل. خلينا نرحب بيه ونقول له حياك الله ويا هلا بيكم. يا هلا، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. استريح يا رب تكون مرتاح وبصحة وعافية. اليوم الناس تحب الأعشاب بالأمور اللي مشاكل الصحية الخفيفة،
بأي شيء تقول لك اشرب شاي زهورات، انه جرحك تألم خليه لك كذا، ما داني مقوية بالأعشاب، اسمع أكيد دائما أكيد أكيد. خصوصا عن اجدادنا دائما، وكل الاشياء اللي ينطوها تكون جيدة جدا وافضل من هذه المواد الكيميائية اللي موجودة، افضل المواد اللي مضاف اليها مواد غير جيدة وغيرها من التفاصيل. اليوم الطب البديل اصبح يعني الناس له ثقافة عامة والناس مطلعين له وحابين هذا الشيء. طيب ليش الناس يفضلون اليوم التداوي بالأعشاب عن الطب الحديث؟ يقول له طب حديث لا أنا رايح على أبو أعشاب. يقول له تقول له هيك لا أبو أعشاب أفضل، يفهم شو يريد حتى بالتنحيف وهذه التفاصيل كافة. شنو سبب أن اليوم الناس تحب الطب البديل والأعشاب؟ أقبال صار على المنتجات الأعشابية. ست العفو، العلاج الطبي أوكي يعني موجود، وأكو مشاكل حاليا صحية موجودة حاليا انتشرت بسبب يعني التلوث الموجود وغيره، فالناس جربت خصوصا مثل ما تفضلتي اللي مثلا ناخذ موضوع التنحيف، جربوا مثلا أدوية طبية على التنحيف أعطت آثار جانبية. هي شركات الأدوية نفسها قامت تاخذ مواد طبيعية مثلا منتجات تسوي من عندها مواد تساعد على انزال الوزن مثلا مستخلصه من الاناناس، غارسينيا كمبوديا، غيرها من الامور، شافوا نتائجها كلش حلوه وقليله الاثار الجانبيه، فبدات تنتشر ثقافه الاقبال على المنتجات الطبيعيه. نعم. هذا الشيء كلش حلو طبعا، خصوصا مجتمعات يعني مجتمعنا العراقي حاليا اكو اقبال كلش حلو عليها. كلش حلو، اليوم نشوف هذا الشيء كلش زين، نشوف الناس انه على الاقل هذه ماده معروفه شنو نبته يعني، والقبل سابقا ما كان اكو طب اصلا ولا كان اكو هذا التطور، لكن كانت الاعشاب هي وكانت كل الزينه نجيب نتيجه جدا فعاله. طيب خلينا نتكلم عن اليوم المميزات وسلبيات التداوي بالاعشاب. اكو لازم كل شيء بيه سلبيات وسايد افكت، خلينا نتكلم اليوم عن السلبيات التداوي بالاعشاب. طبعا كل شيء بايجابيات وسلبيات، اريد الزين والموزي، اريد المميزات كل شيء كل شيء كل شيء مثل ما تفضلتي حضرتك. شكرا الله يحفظك. سلبيات العلاج بالاعشاب طبعا هو تاريخ قديم أكيد مو طبعاً. اليوم البارحه بدا من اليونانيين، الطب الهندي طبعا، الطب الصيني، الطب الفرعوني، من ذاك الزمان تم استخدام العلاج بالاعشاب والنباتات وغيرها من الامور. حاليا صارت اكو سلبيات شنو؟ سوء الاستخدام. احسنت. اخطاء الاستخدام يعني بسبب اقبال الناس على العلاج بالاعشاب، فصار دخلاء على المهنه، كل مهنه اكو دخلاء. احسنت. حتى مجال الاعشاب صار اكو دخلاء، شافوا فتشي عليه اقبال مادي، فقام يجي مثلا الشخص يجوز وما عنده المام او ما عنده معلومات كامله، مجرد شاف انه بيها فد ربح مادي قام يدخل بالموضوع وياخذ ويبيع وينطي. طيب انا جاي اتعامل ويا حالات مثلا مو كل الناس عندهم انفلونزا او بسيطه وشرب بابونك، اكو حالات اقوى، غده درقيه، لزوجه دم، غير ما اعرف شنو، فقام ينطي اعشاب معينه ويبيع في سبيل الربح المادي، ممكن سبب ضرر. هنا نحكي عن السلبيات، هنا صارت السلبيات اكيد اكو ضرر. سوء استخدام الجرعات، ياخذ عشبه معينه، اخذ جرعه اكثر من اللازم، كره اكثر من اللازم. نعم. اكيد هاي او تداخلا ويا الادويه، شخص ياخذ مميعات مال دم، اسبرين، وارفارين، بلافكس، غيره ما اعرف شنو، اجى قال له فلان اخذ مثلا ثوم، صار عنده مضاعفات. هنا هي السلبيات اللي اكيد يعني حضرتك واني نتمنى اكيد الانتباه لها. نعم. طيب استاذ غزواني، اليوم الطب العشبي جوانب سلبيه، ويقولون الاغلبيه انه الاعشاب مهما اذا ما فادت ما تضر يعني. أيه. بالتالي هي هذا المثل المقيول يقول لك اليوم هذه العشبه اذا ما فادتك ما راح تضرك ولا راح تموتك ولا راح تاذيك. طيب اليوم هل الطب العشبي اكو جوانب سلبيه؟ طبعا اكيد. لا هي مال اذا ما فادتك ما ضرتك يعني لا ما تنطبق على الكل يعني. نعم. انا مثلا حضرتك العفو عندك فد شيء مثلا قلت لك شاب اخذي بابونا، اذا ما فادش ما ضرش، هنا تمام اعطيتك عشبه بسيطه. بس في حاله انا جيت انت مثلا العفو لسا ذكرنا الغده الدرقيه قلت لك، او مثلا الناس عندهم فد مشاكل بالقلب، اخذي فلان عشبه، اسم الله يعني على اللي يسمع، اخذي فلان عشبه واذا ما فادش ما ضرتش، لا يجوز تداخلت ويا العلاج اللي تاخذينه، يجوز سببت لك ضرر، هنا ما تنطبق عليها هاي المقوله، يعني هنا الموضوع نسبي. لا ممكن، فلازم يعني اكيد من قبل متخصصين يعني. ولو احنا نشكي من شغله يعني العفو، هو هاي ليش اذا ما فادتك ما ضرتك؟ جرنا الى موضوع في دول اوروبا ممكن اكو كليات جامعات تخرج متخصصين دارسين دراسه علميه. نعم. احنا هنا قبل كان اكو علماء يعني فعلا عندهم اطلاع وعندهم تجارب، هنا لا صارت ما تعرفين هذا الشخص هل هو متخصص؟ لا ما تدرين انت. نعم. لان ما عندنا جامعات وكليات ومعاهد
تخرجين متخصصين علميين، فهنا نقدر نقول ما نقدر نقول انه اذا مفادتك مضرتك او كذا، لا طبعا نسوت لحساسيه وقفت لك ماده معينه فتوقفت كليتك ضرتني ثاني جمتني فعلا. اي اكو ناس يعني انا شفت معلقين في بيجات قالوا عندنا مثلا منحفات عشبيه فمعلقين قالت له سببت لي فشل كلوي. اي نعم فعلا يجوز هو طاها فشي ما والم جسمها او يعني اي فهذا اللي نحذر من عنده اكيد. يعني حتى على الناس اللي تاخذ اي شيء تشوفه هذا هو هذا راح والله هو كانه ما شايفته بمستشفى. اتفق وياك نعتب على الناس اي نعتب على الناس هو اقبالهم وهاي المبالغ الماديه اللي جات تنصرف على فد فشي ما يسوى اي فشي هو يعني مجرد شاف اعلان واقبل عليه واخذه. نعم. وسبب له ضرر هنا يعني اكيد يعني هذا الشيء احنا نتاسف له يعني حرامات. طيب خلينا اليوم نتحدث عن الاشخاص اللي يقولون طب الاعشاب هو مكمل للطب الحديث، شو رايك؟ تتفق ويا هذه الفكره؟ ممكن يعني ما اقدر اقول بالمطلق بس نقدر نقول امر نسبي. مثلا اكو ناس عندهم قرحه المعده اخذ امبرازول وغيره من العلاجات، طيب حصل فائده مثلا 20%. جيت أنا خلينا نقول بالتغذية أو بالأعشاب، قلت له حبيبي تريد مثلا تزيد الفائدة من 20% إلى 90% أو 80% أو 50%، مثلا أخذ رمان هو مرمم للمعدة، عندك الكركم يستخدم بالطب الطب الهندي عفوا راح يساعدك بترميم القرحة، بدل ما 20% راح يصير نتائج في 60%. هنا أخذ دور مكمل، بس يجوز في أمراض ثانية أنا أقول له لا، يعني مثلا قلب فد مشكلة كذا أقول له هنا لا أنا ما أقدر أتدخل، خليك ويا الطبيب، خليك ويا الفحوصات الطبية، نتأكد نشيك وضعك، تقول لي أنا واصل لفلان مرحلة نقدر يجوز ندخل وجوز لا ما ندخل أصلا. نعم. تبقى أنت ويا الطبيب، فهنا نتعامل ويا الموضوع بشكل علمي. نعم. يعني ما أجازف فيه، فممكن يكون الطب مكمل فعلا في بعض أو كثير من المشاكل الصحية ممكن. صحيح. طيب خلينا نتكلم اليوم، اليوم هل طب الأعشاب هل يعالج كل شيء؟ ما نقدر نقول كل شيء. أكو شيء ما يعالج؟ إيه لا ما نقدر نقول كل شيء. يعني مثلا اكو فد يوم تواصل ويا شخص قال انا عندي مثلا حاله ضمور بالدماغ طفل، قال عندنا مثلا يعني اكو هاي الحالات يعني. نعم نعم. اقول له لا احنا ما نقدر نتدخل بها، خليك ويا الطبيب. نعم فعلا. اي اكو اي لا ما نقدر يعني ما نقدر نقول بالشكل المطلق، بس هو الطفل فوائد كثير من الامراض، منها مثلا. نعم. امراض الغده الدرقيه، تكيس المبايض، ساعد بتحسن حالات مثلا المفاصل، تحسن ما نقول يعني شو اسمه، ففائده يعني بجوانب وأمراض كثيرة، لكن الكل لا ما نقدر نقول الكل. والله أستاذ خزون حبيت المصداقية. يحفظك الله. ما شاء الله. الله يوفقك في مهنتك. يعني. يحفظك. طيب خلينا لعد نتكلم شوية عليك. إيه؟ اليوم الأشخاص اللي ينظون هذه الأعشاب عادة هم إجا عجب المشروع لو هو شخص مختص ودارس هذه التفاصيل من علماء سابقين أو من أهله، لو أنه ورثها من أهله وعلى معرفة. نقدر نقول كلهم. كلهم. مجتمعنا العراقي، مجتمعنا العراقي مثل ما قبل شوية سالف نسيت. بأوروبا أنت شخص أجيت درست أخذت شهادة 4 سنين 2 سنين الطوق شهادة مزاولة مهنة. نعم. خلاص أنت دارس. نعم. بالمجتمع العراقي مجتمع مفتوح تدرين يعني إحنا أكيد. بالدول العربية أكل اللي ورث المهنة عن أبوه بس. نعم. هو تعلم. نعم. وأكل اللي درس وأكل اللي هو لا يعني معلومة نص ونص وفتح له محل. أنت راح تيجين تشتري ما تعرفين هو هذا فعلا ضابط فعلا معلوماته تدرين يجوز هو وارثه يجوز هو نص ونص يجوز هو فعلا لا متقن العمل. النساء تدخل لابو الاعشاب انطيني فلان فلان هنا هو شال انطى ما تدري 90% من شغلنا عن النساء هم اللي يصفون والله اذا من النساء احنا شغلنا يوقف ابد يروح اريد شيء مبيض للوجه هاي صدق؟ هم يجيكم اكيد اجتك ايه؟ وحده قالت لك شيء بيض الوجه ممكن اي فعلا اي ماكو ايه؟ غير الاخلاق الحلوه تبيض ان شاء الله الاخلاق كلش حلوه يعني اي اكو شغلات يعني طبيعيه مثلا حتى الشركات الطبيه صنعت منتجات تساعد تبييض البشره يعني هي منتج طبي بس هو مستخلص طبيعي من ضمنها منتجات تحتوي على كريم هل فعلا اكو هذه الامور انا اعرف هي صبغه ميلانين بالجسم ما لها تساعد يعني مثلا درجه هو السمار ما تخنق من 7 راح تصير تنزل الى 4 تساعد يعني احنا نقول تساعد بس هذا الشيء راح يضر لان اليوم هي صبغه ميلانين تحت الجلد انا هذا الشيء يعني ما مخي ما يقبل يستوعبه لا انا اتفق وياك الجزء ميلانين تحت يعني مثلا انت بشرتك سمراء نعم. ممكن هذا بعدها راح تاثر على الجلد البرا والضربي ممكن انا لا اتفق وياك بجزء نعم وجزء ثاني لا راح يعني شويه اضيف ممكن. معلومه العفسه فعلا ممكن الطبقه هاي تنضر بس انا اذا جيت خليت مستخلص طبيعي مثلا عندنا الاولوفيرا الصبار الاولوفيرا خليته على البشره الكركم هو نفسيته
بالطب الشعبي او حتى شركات قاموا يصنعوا صابونه الكركم او كريم يحتوي على الكركم، ماده طبيعيه انا ما خليتها على البشره، ممكن تحسن تحسن نعم. إيه تحسن وما ضرت البشره ابدا، فهنا اتفقنا بجزء وجزء صح. لا صحيح. طيب خلينا ان ياكل روح فاصل على يعني قصير ونرجع وياكم اعزائي المشاهدين ونكمل ويا طب الاعشاب والطب البديل. شكرا لكم اعزائي المشاهدين واهلا بكم مره اخرى، رجعنا لكم بعد البريك وكنا نتحدث اني وزميلي استاذ غزوان. طب استاذ غزوان خلينا نتكلم اليوم، انا وياك نتفق بعض الامور أكيد واكيد يعني منا نتفاهم. لا نتفق طبعا. طيب بعض الاشخاص يقول لك انا ذكرت لك حاله، انا دخلت اخذ شيء معين ودخلت بنيه وجهها ملتهب كلش، يعني الحبوب متقرحه والبشره تصيح الحقوا لي وهي طابه على بشره الطين خبطت واخر الحبوب يا ابويا اوقفي تريد شيء صحي هاي تريد لازم تفحصين بشرتك تروحين تعالجيها طبيا أكيد. يلا بعدين تجين لابو الاعشاب تطلبين شيء حافظ بس نص معتها هذه المعرفه الثقافة. يعني الخبطات مرات تؤذي البشره وممكن تخليش تشوه وجهك رسميا وترتاحين وتقعدين. طيب اليوم خلينا نتكلم عن الطب البديل اليوم، هل ممكن في مرور الايام والسنين هل ممكن انه يختفي الطب البديل لو يبقى مستمر؟ بالعكس صاير اقبال عليه كلش قوي. جيد. اريد اوضح هالشغله ست الاخوه. اكيد اخذها. احنا نقول بالطب البديل اكو منتجات او مواد طبيعيه. اللي جاي يساعد يعني اقبال الناس عليه خلى شركات الادويه تفكر، طبعا موضوع بزنس يعني وفائده مشتركه، يعني شركات الادويه حاليا هسه ذات تدخلين للصيدليه للكوزمتك للكذا قاموا يصنعون منتجات الماده الاساسيه هي طبيعيه، مثلا معجون الاسنان بالفحم، معجون الاسنان بالكركم، بالقرنفل، شامبوات، شامبو بالارغان، شامبو بالاولوفيرا، فبالعكس هذا الشيء بدا يزدهر. السبب اقبال الناس وشركات الادويه تبنت هذا الشيء، يعني قلت لك ما دام اكو اقبال عليها خلينا ناخذ المنتجات الطبيعيه ندخلها بالمستحضرات، وترى بالمناسبه هي تلقين سعرها اغلى المنتجات اللي من مكونات طبيعيه. اكيد طبعا فعلا. فنقول يزدهر يعني بالعكس. ان شاء الله. ولا اشوف ناس هواي ما شاء الله متعمقه بالاعشاب، تحب تسال هذا شنو يدخلون ما شاء الله اليوتيوب الجوجل. اي كلش هسه الناس ما شاء الله يعني اكو ناس تحكي وياي في حاله معينه، مثلا واحدة عندها بشرتها حفار او كذا او هاي، فمن تقعدها معلومات انا اقول تعالي علميني لان هي داخله ومتعمقه بالمعلومات. اكيد. طيب خلينا انا وياك نروح ونشوف هذا التقرير اللي عدنا زميلنا علي خشان حول الاعشاب والطب البديل ونرجع لكم اعزائي المشاهدين. حياكم الله مشاهدينا الكرام مشاهدي برنامج مورنينج لايف، استطعنا لي هذا اليوم بخصوص التداوي بالاعشاب هل سيبقى رغم التطور بالعلم والطب، فخليكم يعني معرفه اراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع. لا طبعا على الادويه، الطب البديل مو شيء علمي ثابت. هو الطب الحديث اصلا تطور يعني بمراحل هوايه الى ان صار على الشكل هذا، فيعني مر بتجارب وموثق واكو مراكز ابحاث تدعمه. الطب البديل شيء هذا ما اكو اي طب ماكو شيء اثباته مو علمي يعني. احيانا انه مثلا شخص يقول لك هذا الزيت يطلع الشعر، هذا الزيت مثلا يعالج الجلد، هيك شيء. لا طبعا اذا له هذا الشيء صحيح وشيء علمي فعليا كان اقر كدواء واستخدم بالعالم كله. ما امن بهذا الطب يعني ما متاكد منه 100% مثل ما يقولون. اللي هو طب الاعشاب؟ طب الاعشاب. لان اسمع مثلا مضمدين يعني مثلا يقول لك لا الاعشاب مو مضبوط 100%، يقولون ما ادري الله اعلم يعني. فأنا أخذ هذا الدواء اللي بيعونه بالصيدليات أقول مضمون أكثر حسب اعتقادي يعني طبعا. لا والله بس الأدوية الموجودة بالصيدليات طب الأحساد يعني ما أمن بي كلش. لا مو كلش يعني قل يعني ما يعطيك علاجك المضمون يعني 30% هتشي يعني مو مثل الصيدليات. لا العلاج فقط الأدوية فقط. الأدوية فقط. شنو السبب؟ أعشاب اجت مستوردة يعني غير صحيحة، قام كل من يجيب كيفه يعني غير صحيحة مني ما ينصحك بها. ما ينصح بها. الأدوية أكثر شيء؟ إيه الأدوية طبعاً أفضل. مفيدة. إيه مفيدة أحسن. أفضل بهواي أمور. مضمونة مضمونة الأدوية؟ إيه طبعاً أكيد. أفضل من الأعشاب. أفضل بهواي، لأن الأعشاب قام يصارد كل من بكيفه وكل من أسعاره يعني وهاي مو صحيحة يعني مو حقيقية. يعني ما أؤمن بها أنا. مشاهدي الكرام مثل ما سمعنا لآراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع فإلى هنا ينتهي استطلاعنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وهذه عودة للزملاء بالاستوديو مورنينج لايف.
أكيد شكرا لك زميلنا علي حشان على هذا التقرير. ما ضحكني غير واحد قال له لا هذا شيء مو حقيقي مو حقيقي هذا شطب شلون؟ نحترم كل القنوات. كل الأدوية وهذه الأمور مستخدمة من أعشاب للواقع يعني ماكو شيء شنو خلقوه من لا شيء خلقوه من الطبيعة. وقبل في أكيد. في قبل ما كان اكو لا طب ولا شيء كانوا يدون عن الاعشاب وهذه التفاصيل معلومات والله انا احترم كل الاراء اكيد هي قناعه يعني بس انا يعني العفو ست يعني جبناها شيء بشيء يذكر هسه اذا تدخلين للصيدليه اكو كذا منتج طبي شركات الادويه مصنعته مثلا من عشبه مثلا اكو منتج اسمه ميلك تايستل حليب الشوك او شوكه الجمل ينطوا اللي عندهم تليف الكبد مشاكل الكبد منتج طبيعي للنساء العفو اللي عندهم تليفات يعني طبيبات نفسهن كتبن اسم ايفنينج برايم روز زيت زهره الربيع الاخضريه هذا يطول هو منتج يعني طبيعي بالصيدليات موجود اكو منتج اسمه مستخلص من عشبة الجنسنج هاي معروفة يعني يعطوها اللي عندهم سكر ما سكر حتى يقوي الأعصاب فأكو أكو يعني بالصيدلية نفسها شركات الأدوية ماخذتها هو كل الأدوية هي داخلها أعشاب ومواد إيه يعني وبعض هاي خلي تدخلات كيميائية هم يقولون هي. يعني شركات الأدوية من حقهم أو الطب الحديث قالوا إحنا نحتاج بعد دراسات على هاي النباتات سنوات أكثر حتى ندخل أكثر بالصيدلية وهذا الشيء كلش إيجابي يعني طيب ليش البعض من الناس يلجأ إلى الطب العضوي بعد استخدامه العلاج بالأعشاب؟ أي نعم شنو السبب؟ والله أنا بالنسبة لي هسه شخص مثلا عنده قرحة ما عنده كذا أو هاي حتى لو أخذ علاج معين يعني طبيعي أقول له بس هذا بالعكس إحنا ما يمنع إحنا مو بالضد إحنا نتفق ويا الطب الحديث والطب العضوي شيء مكمل شيء احنا 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 هنا يعني انا بالنسبه لك وجهه نظري انا وياه متفق مو ضده احب اتعاون وياه اقول له مثلا قبل لا ابلش لك ممكن تشوف للتحاليل او الفحوصات الطبيه او مثلا اخذ علاج طبيعي لقرحه المعده او الغده الدرقيه اقول له ما تعوفين الطبيب انت تراجعين الطبيب والفحوصات وتشوفين الثايروكسين شتي تاخذين 100 يجوز قللتي على 50 اذا تحسنتي يجوز ما تحسنتي تبقين على 100 فأنا كوجهة نظري أنا العفو أنه أنا متفق ويا الطب العضوي أو الطب الحديث أتابع ويا الحالة مو أنا ضده بالعكس نعم أكيد شكرا لك سارة سعيدة جدا بلقائك أنا اللي سعيد جدا كل التوفيق إن شاء الله بحياتك ومهنيتك شكرا جزيلا ممنون ممنون أشكرك عيني أكيد من بعد نهاية موضوعنا حول الأعشاب والطب البديل خلينا أنكم نروح إلى العباية الخليجية أنا من محبين كل شيء العبايات خلينا اليوم نتكلم عن العباية الخليجية صارت مو فقط للمرأة المحجبة إنما كانت للسافرة أيضا اليوم نشوف تجذب النساء العربيات والأجانب خلينا نتحدث اليوم عن ضيفتنا الأستاذة نور الهادي مصممة أزياء خلينا نرحب بها ونقولها حياك الله ويا هلا بيك ومية هلا حياك الله يا رب تكونين بصحة وعافية استريحي شنو هذه العباية الجميلة شفتي جيناك بالمقطع يا هلا ماكو أحلى من العباية طيب اليوم نتكلم عن العبايات الخليجية واللي اجتاحت يعني ما صارت مقتصرة فقط على المرأة المحجبة إنما لا بناتنا صاروا كلهم يحبون حتى السافرات يلبسون العباية ديزايناتها المختلفة أناقتها هيبتها صح. في الأماكن توجد أماكن بعض الأحيان يجب أنه إحنا نلبس عباية هل للسهولة كثير من التفاصيل المهمة العباية نعم. اليوم من كل امرأة سواء عربية أو أجنبية صح. طيب بالبداية شلون قدرتي تتخطين هذه المرحلة الصعبة في بداية مشوارك في تصاميمك حتى وصلتي لهذه المرحلة أولا أسلم عليك حبيبتي شكرا لك هنا بالعراق تدرين المصائب يعني يعني هواية أنت تدخلين بتحديات حتى توصلين لهاي النقطة بس احنا أهم شيء أدنى بأنه شلون نوصل الشيء الحديث للمرأة العراقية شلون نوصل بأنه أنت تلبسين عباية بس نعم. العباية تكون مودرن وحديثة وبنفس الوقت الكل يلبسها يعني هي مو نعم. ترى يعني مقتصرة على نعم. العربيات على كل الفئات حتى الأجانب هم هم دي يلبسون حاليا العباءة وداخلة من ضمن الأزياء مالتهم حتى تشوفين دائما بالفاشن ويك مدخلين العباية حتى في آسيا مدخليها نعم. مدخليها في أوروبا أي فموجودة هي يعني نعم. طيب العباية الخليجية أو العربية عادة نعم. هي ملك فقط للعربيات لو لا صارت عليها طلب من الأجانب لا لا احنا أنا من كنت بالإمارات كنا احنا من فصل العباية على جميع الفئات نعم وجميع الأعمار وسمو أضافة إلى أنه حتى هي الأجنبية قامت تحب تلبس العباءة ليش لان شافتها شيء جدا مريح وكاجوال وبنفس الوقت يعطي هيبه يعني العبايه دائما تعطي فد لوك هيبه للطله النسائيه نعم. فلذلك تشوفين يعني
اقبال يعني من جميع الفئات. نعم. طيب خلينا نتكلم اليوم عن تصميم جميع الملابس النسائيه. نعم. اليوم ما شاء الله الموضه مختلفه، ناس تميل هيك وناس هيك ما احب، نحن النساء نحب نغير، فجاه نحب هيك شيء فجاه نحب نغير. صح. طيب اليوم تصميم جميع الملابس النسائيه او المختصه، انت تجمعين كل الملابس لو فقط العبايه الخليجيه؟ لا، أنا عندي ماركتين، الماركة الأولى. طيب خلينا بالبداية نتكلم عن شيء مهم اللي نعم. هو ذوق الناس مختلف، شلون قدرتي أنت تواكبين الملابس العادية والعبايات؟ هو هذا التحدي اللي احنا حكينا به بالبداية اللقاء، بأنه شلون احنا نقدر نوصل الشيء اللي صاير برا للعراق، شلون نقدر بأنه برا وين واصل؟ وين واصل الفاشن؟ نعم. وين واصل الألوان؟ شلون احنا نقدر نوصلها للعراق؟ فلذلك أنا من سويت براند الجديد نور هادي على اسمي. أنت سويتي على اسمك الخاص هذا البراند اللي هو من خلال محبتش للفاشن والعبايات سميتي؟ لأنه لا، ردت أطلع من الشيء التقليدي اللي هو التراثي، لأن البراند الأول مانت القديم اللي هو تقريبا صار لأزد من 15 سنة هو معتمد على العباءة الخليجية والقفطان، معتمد على البشت. ف يعني أنا بالنسبة إلي لا، مو هذا حدودي ومو هاي طموحي، أنا أريد شيء أكيد الإنسان كل ما يريد أكيد، لأنه الأقمشة يوميا تتنزل أقمشة جديدة، يوميا تتنزل ألوان جديدة، فلازم أنا أواكب هذا الشيء. فسويت الماركة الجديدة اللي هي نور هادي، اللي هي مزج بين الشرق والغرب. جميل جدا. طيب بلكت إذا عد مخرجنا صور بعض التصاميم يعرضنا إياها على الشاشة، خلينا نشوفها ونشوف جمالية التصاميم. طيب خلينا اليوم نتكلم من على البعض، تجين تشترين عباية نعم. تلقين السعر من تو ماتش، يعني صح. نعرف هذه خامة، هذه جودة في الخياطة، نعم. هذا تعب وجهد، نعم. فاليوم نشوف اللي يخلي سعر العباية مرتفع الجودة هو اللي يخليها هذه طريقة تصميمها أو غلاء الأقمشة، هي كل أو الماتيريال، هي كل العناصر، هي كلها تجتمع. شلون فرق بين العباية الصيفية والشتوية؟ العباية الشتوية والصيفية فرق كثير، يعني أول شيء بالخامة، يعني هي الخامة تلعب دور، يعني الخامة الشتوية تختلف، يعني إحنا نستعمل اللذر، نستعمل الشاموا، نستعمل الفرو، الصوف، الشانيل. أما العباءة الصيفية لا، هذا الحرير هسه اللي تشوفيه كل دارج حتى بالشتاء. أي لا، بس يعني هذا إلى مودة وهذا إلى مودة، يعني كل واحد شكل يعني. فلذلك أكو فرق كبير يعني وشاسع بيناتهم. طيب خلينا نتكلم عن تستخدمين الطريقه دائما الكلاسيك في العباني، كلش احب الملابس الكلاسيك. طيب اليوم ابتكرتي تصاميم وشغلات جديده، شلون ابتكرتي هذه الامور الجديده؟ شنو الاضافات اللي فكرتيها؟ من تقمصتيها؟ نقول كل مصمم يصمم شيء يوحي لشيء معين، صح. يعني اليوم من اصمم اني قطعه معينه الا على شكل زهره او ببالي فد فكره، صح. معينه، صح. او قصه، هو طبعا تعبير عن طبعا مشاعر. هو كل كولكشن يحمل إلى فد ستوري خاصة به، انطلاقة خاصة بها، فإحنا كل تشكيلة لها لاينات مالتها خاصة بها. يعني هسه حاليا التشكيلة الجديدة اللي انطلقت بهاي السنة خريف شتاء 2023-24 كانت هي عبارة عن تشكيلة طريقي اللي هي طلقتها فاشن ويك لندن. هي كانت مزج بين الخطوط المستقيمة والخطوط المنحنية، أضافة إلى الخامات، حتى الخامات استعملت الخامات الآسيوية اللي هي تعبر عن المرأة السمو العربية، والخامات الأوروبية الفرنسية والإيطالية. جميل. فلذلك هو تسوي مثل مزيج، فتطلع بعدين سيمفونية كاملة للمرأة بأنه هي قطعة أي تحفة فنية من تلبسها تتميز تكون بيها. طيب خلينا شوي نعرف الأزياء ونجي عليش اليوم. شنو كان حلمك تكونين مصممة أزياء لو بصت فصار هذا الشيء؟ لا شوفي، هو كل إنسان كل مرحلة استب من حياته أفكاره تتغير يعني، فلذلك لا، أنا من كنت صغيرة كان توجهي مختلف، يعني أنا كنت أحب البزنس، أحب الأعمال، نشأت في بيت هو تجارة أعمال، تجارة أعمال، فلذلك كان بنيتي بأنه أنا أكمل البزنس، وأنا أصلاً دارسة بزنس، بس هو يعني شفت بأنه صاحبة شركة ممكن أن تكون مصممة، فبالأساس أنا صاحبة شركة يعني إدارية، فممكن تكون مصممة، فبعدين يعني بلشت بالإدارة والتصميم وحبيته
وها هي وصلنا لهاي المرحلة. بالتوفيق لك يا حبيبتي. دائما النساء اللي حابين يعتمدون على نفسهم نعم. ويعززون هذه الروح الجميلة في كافة التفاصيل، يعني يضيفون جمالية لكل شيء، يعني النساء مميزات يا صح صح. طيب خلينا نتكلم اليوم، انت نقلتي هواي بأوروبا وكثير من الدول نعم. طيب شلون شفتي الانطباع على الملابس العربية من قبل الأجانب؟ هل أكو قبل؟ شوفي الأجانب أكثر الشعوب اللي هي مطلعة الباقي الثقافات جدا نعم. يحبون بأنه يلبسون صح. من الثقافات حتى تشوفيهم من يجون يزورون العراق دائما يدورون وين الأماكن اللي هم ممكن يلقون الأشياء التقليدية أو التراثية على مود هم يتميزون بها ببلدهم نعم. لأن هم يعني إذا تجين للحقيقة هم ما عندهم شيء فالتراثي 100% على مود هم يستندون إلى ويلبسوا فلذلك تشوفين يعني من كنت أنا بالإمارات لا كانوا هم يحبون هاي الأمور يعني هم يلبسوها خاصة من رحت بالجولات الأخيرة لأوروبا من كنت يعني ألتقي بيهم أقعد وياهم يعني جدا حابين هاي القطع يعني جدا حابين تكون هي بالمناسبات مالتهم يلبسوها نعم. سابقا كانت الألوان بالعباء محدودة نعم. فقط يختصر على اللون الأسود الأغلبية يعني إذا رادي كحلي أو نيلي أو جوزيات جوزي هاي كل جين ده سو جوزي كل جين هاي تطورات الآن صارت تطورات بالعباية العباية نعم. مو شرط صارت أكو لون معين لا لا ولا ديزاين معين دخلت طيب الألوان هل تختلف ألوان العباء في الصيف في الشتاء هل أكو طبعا ألوان محددة؟ طبعا إحنا يعني كل سنة عندنا بانتون خاص يعني هو ينزل يعني هسه أنا حاليا أعرف شنو سنة 24 شنو حتكون الألوان مالتها جميل سنة 25 شنو تكون الألوان يعني شنو هذه السنة الألوان أهم شيء اللافندر اللي اللون اللون البنفسجي الفاتح زين عندي عباية واحدة حلوة الأحمر طبعا حيكون متصدر آه أي بس بالشتاء الألوان الميتاليك اللي هي الذهبي والفضي يعني حتشوفين عندي كوتات كلها ذهبي من فوق لجوا هسه تشوفين أنت كل لويس فيتون شانيل كوجي كلهم بلشوا بأنه البوتات والحقائب تكون ذهبية يعني أو فضية فهو هذا اللونين ومع إضافة مثل ما قلت لك الأحمر طبعا الأورنج باقي الفوشي باقي يعني بس حاليا صار له هواي سنين متصدر الفوشي الفوشي صار له سنتين أكثر. صار له سنتين هو والأورنج يعني لأنه هو ده يعتبر لون بنفس الوقت دافي وبنفس الوقت يلبس بالصيف فلذلك يعني موجود هو يعني يعتبر من الألوان اللي يسموها الترند الموجودة جميل جدا أيوه. طيب خلينا نتكلم اليوم شلون شفتي هذه تجربة التصاميم شلون شفتي إقبال الناس على العبايات على تصاميمك يعني بالنسبة للعراق أو الخليج أو شنو أي مكان يعني أنت حابة يكون يعني لأنه العراق تدرين إحنا بلد هذا الشيء الخليج هم اصلا يعني هذا هم ملابسهم فعلا. هذا الشيء اما البرا الخارج مثل ما حكينا هم نفس الشيء هم يعني مطلعين لهاي الامور فهو هذا مثل تحسين بانه هو لاين نسائي محدد خاص لاصحاب الذوق الرفيع يجي على هذا اللاين نعم. نعم طيب التصاميم اللي سويتيها مختلفة عن العبايات اللي نعم. هي شفت بعض الصور شوفنا معدنا نعم. اللي هي صاير عبارة عن تراث عن فتشي مثل التحف والأنتيكان نعم. نفس الأشياء اللي تكون فتنج أكثر نعم. يعني كل شيء لها طابع حلو شون شفتي ردود الناس عليها هو هذا اللي شفتيه كان بالفاشن ويك الأخير اللي سويته في لندن حبيت بأنه أمزج بين الروح العربية والروح الأوروبية صح شوف الدمج كبير صح بالرانواي ليش لأنه حتى أنا الموسيقى اللي استخدمتها هي الموسيقى كانت المزج بين الشرق والغرب لأن هي روح الماركة هي مزج بين الشرق والغرب فكانت حتى هي النغمة مالت أنت عمري أم كلثوم دخلتها ويا أصوات سمو غربية حتى توحي للناس اللي تسمع هاي شو هذا الشيء اللي نزل يكون. هذا المكس من يجي فحتى الأقمشة مثل ما قلت لك هي مزيج بين الأقمشة الآسيوية اللي استعملتها اللي هي البروكارات الجاكارات إضافة إلى الأقمشة الأوروبية الأورغنزات فتشوفين بأنه يعني القطعة الناس أغلبها حبتها قالت هاي عبارة عن أقمشة أو عبارة عن تصاميم سومرية قديمة ومزج بين الحضارات يعني أنا مزجت بين الحضارات الآسيوية والحضارات الأوروبية والحضارة مالتنا السما العربية فتشوفين القطعة هي مو مال قطعة خرجت اللبس برا بالشارع أو حق مناسبة لا وإنما فنان معين
أو سيلبرتي معين حابة أنه يطلع بقطعة مميزة مختلفة عن الموجود بالسوق، فحتكون هي هاي من ضمن خياراته. نعم. جماعتنا يقولون ذكرتنا بالسيلبرتي السيارة القديمة. حلو والله نفس التصاميم وتكون وياها تطلع لوحة جميلة. طيب خلينا نتكلم اليوم عن موضوع مهم اليوم، شلون تشوفين هل اليوم الملابس الرسمية طاغية أم السبورت أم الغربية أم العباء؟ شنو تشوفين النسبة الأكبر؟ والله هو شوفي هو كله ميكس حاليا. تنوع قوي. أي تنوع قوي، بس بحكم احنا هسه حاليا بزمن السرعة والكل موظفين والكل عندهم شغل، قبل كانت المرأة قليل تشتغل، هسه بالعراق خلاص الطبقة كلها تشتغل، يعني كل النساء تشتغل، فلذلك لازم احنا عندنا شيء كاجوال. فأنا من قلت لك من بلشت بماركتي نور هادي، يعني هي الهدف الأساسي بأنه المرأة تقدر تروح على شغلها، تقدر تطلع ويا أولادها، بس تكون ملابسها بشكل أنيق ومرتب وشيء يختلف عن ما موجود بالسوق يعني. فلذلك لا هو يعني الإقبال حاليا على الكاجوال طبعا أزيد، لأنه العباءة لها انطباع، يعني انطباع الطلعات، انطباع الكشخات، يعني مو يعني يوميا هي تقدر مثلا إذا كانت في موظفة في جمعة أي نعم في أي مناسبة معينة. أي صح فعلا. نعم. طيب شلون تشوفين اليوم هل أكو عمر محدد يلبس العبايات لو ما يقتصر صارت كل الأعمار تلبس؟ لا أنا حاليا يعني عندي دراسة كاملة بأنه بالمكتب خدمة العملاء عندي نسبة البنات من 25 سنة إلى حد تقريبا يعني الحد العمر مرة كبيرة هي تلبس القطعة، يعني هي بنية من تتخرج أو قبل ما تتخرج هي أوردي هي مبلشة لابسة هذا الزي، يعني هو الزي العربي مالتنا. نعم. طيب شنو الصعوبات اللي كل شخص في عمله توجد صعوبات؟ نعم. فشنو الصعوبات اللي واجهتيها بعملك؟ والله يعني هو هذا نفس السؤال اللي دائما أنا أسأله، يعني الصعوبات يعني تدرين احنا بالعراق يعني كلها صعوبات، يعني صعوبات العمل ما شاء الله. اي ما شاء الله مبلغ ما شاء الله. لانه يعني بلد هسته وناهض من بعد حروب واشياء كثيره يعني، وهسه نبلش بالنهضة، فتشوفين بأنه المواد الأولية عندنا نقص جدا بيها، الخبرة عندنا جدا قليلة، حتى الوعي يعني الوعي الناس وعي للمنتج هم عندنا قليل، يعني ثقافة قليلة نقدر نقول على طابع التصاميم. طبعا لأنه احنا يعني أنا بزمن بأنه أكتب صنعة في العراق بدل ما كنت أكتب صنعة في الإمارات، هذا كان تحدي إلي يعني، لأن أنا قبل كنت أصنع في الإمارات يعني، وحاليا أنا نقلت المعمل مالتي إلى أحسنتي. إلى سمو أربيل من صارت الكورونا، فكان تحدي شون أنا أنقله، هل الناس حتتقبل يعني صنعة في العراق؟ وهذا كان دائما السؤال اللي أنا سألت الكثير ناس، بس كثير ناس واعية قالت صدقي بعد فترة الناس حتقيم هذا الشغل، حيكون له فرق لأنه أنت خليتي بصمتك بهذا البلد يعني. وأنا يعني من أنا وصغيرة يعني أنقهر من أقول خير العراقيين رايح لغير ناس. أحسنتي. أي فلا ليش لا، يعني العراق دا ينهض ونهضة حلوة، واحنا اذا ما يعني الكل يتكاتف ويخلي خيره بهذا البلد تروح خيرات فعلاً البلد فعلا. نعم. ومو بس هيك اليوم مع الاسف من تجي وحده تدخل البوتيك او نعم. المول معين او محل معين باوع الماركه من وين جبتي؟ اي قال لها سعر غالي وهي من صنع بالعراق، يقول لها ليش؟ أي. يعني اكو استخفاف بالجوده العراقيه، هذا المشكله، هذا شيء مؤسف جدا. نعم. او قالها والله فلان براند معين بدون ذكر اسماء باوع عليه، اوكي كلش طبيعي. أي. عافيه هذا زين. أي. زين ليش؟ هذا ما عندنا شباب دي يسوون اشياء كلش كلش تستحق ويتعبون عليها ويحيرون شيء يسوون، لكن تقول لي 200 دولار يقول لك معقوله؟ تشوفين هم يطلعون برا للخارج يشترون يعني من برا وما حد يشتري من داخل العراق، هي هاي المشكله، لانه دي يقول ليش اشتري مرات يعني هو عادي ياخذها منش بالامارات ب 400 أي دولار يعني، وبس بالعراق ما ياخذها من 100 دولار. عندي فرعي اللي بالامارات وفرعي اللي بالعراق، هاي احكي لك من زمان بال 2012 13 كانوا يروحون يشترون من فرع بالإمارات عادي، يعني ما عندهم أي مشكلة، بس هم ما يحسبون بأنه هاي عليها جمرك وعليها مثلا ضريبة الشحن وهاي الأمور، فهي أكيد حزيد عن الإمارات ولا الشيء. أي بس لا خلاص يعني ما طول هناك، بس هي أها شوفي بلسم هاي بلشت يعني تخف يعني مع مرور الوقت، أنا دا أشوفها صار أكو وعي، صارت الناس بالعكس سوشيال ميديا تتأثر كبيرهم. أي
احنا لازم بدورنا نحكي، يعني انا دائما يوميا انا عندي خلف الكواليس اراويهم شنو القماش، يعني من قبل ما اقص اراوي الناس بانهم ميد ان وين، يعني لان انا الاقمشه ماتي كلها اما اسيويه او سموها سمو اوروبيه، يعني اشوف الناس على مود تكون مطمئنه بانه هي من تدفع فلوس بهاي القطعه تكون يعني قد هاي القطعه يعني. فعلا فعلا. نعم. طيب خلينا نتكلم اليوم، ما ذكرتي، خلينا نتكلم عن اسعار العبايه. نعم. من وين تتراوح ولوين تدبل؟ والله شوفي احنا يعني انا بالنسبه لي احكي لك على البراند مالتي الاثنيناتهن، يعني انا اللي عندي الاسعار ما تتجاوز ال 250,000. جيد. يعني هذا اللي توب اللي هي قطعتين، اما النورمال هو 150,000 180,000 هذا النورمال. وعندي اقل طبعا، عندي 65، عندي 50,000. كلش حلو. اي كلش عندي موجود يعني، يعني خاله كل الفئات طبعا، يعني احنا لازم نستهدف الفئات كلها، يعني الوسط والقليله والفئه، لانه كل واحد على قد يعني امكانيته يقدر يجي فعلا. يشتريها فعلا. نعم. طيب خلينا نتكلم اليوم، تحدثنا عن الالوان والتصاميم، هل اليوم مثلا على سبيل المثال العبايه اللي حضرتك لابستها، هل ممكن اني استخدمها بعد سنتين ثلاثه؟ هل راح تكون درجه طبعا؟ اي ليش لا، انا هوايه عندي زبونات مشترين من 2010 2011، وقاعدين يراوني اياها بانه شوفيها لحد الان موديلها، شوفي هي العبايه مصر قديمه نهائيا، الا مثلا فد لون معين صار جدا قديم وراث او صار بها عيب او شيء، اما هي العبايه لا، يعني تبقى يعني 10 سنين، انا دائما اعطي 10 سنين جارنتي على القطعه. جميل جدا. شوفي دون بعد ضمان بس ضمان زحمنونا راح اريد ارجعها. لا مرات رايحه يعني، يعني هي مثلا دخلتها بالغساله، يعني انا دائما احكي بانه غسيل جاف كوي على البخار، لانه هي هاي تحافظ على القماش حاله حال اي شيء، حال الستره حال البنطرون هذا الشيء يعني. أكيد. أيوة. شكرا إلس حبيبتي، أهلا وسهلا، أتمنى لك كل التوفيق بحياتك وبمجالك. تسلمي. شكرا حبيبتي، أسعدتينا أكيد. من بعد نسائنا الموهبات الجميلة، أكيد هذا شيء يعزني بالفخر أن نشوف نسائنا تركوا بلدانهم اللي كانوا مختربين بيها وأجوا لبلدهم حتى يتركون بصمة جميلة. أتمنى لها كل التوفيق أكيد. وأنا وياكم وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وأقول لكم فلسطين تبقى حرة أبدية، أتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى، والله يصبر كل عوائل الشهداء في كافة فلسطين. شكرا لكم، وصلنا أن يكون نهاية الحلقة، دمتم في أمان الله، مع السلامة.